بابا تعالي اليوم لنتعلم كيف ممكن نعمل سلة حلوة مثل هاي، نزين فيها باب غرفتنا أو باب البيت ونحتفظ فيها بمفاتيحنا أو أغراضنا الخاصة. خليكوا معي لنشوف كيف ممكن نعمل سلة حلوة مثل هاي. تعالوا معي لنشوف شو الأدوات اللي إحنا محتاجينها وشو المواد المستهلكة اللي بنرميها دايماً. راح نعمل منها اليوم سلة حلوة نعلقها على باب البيت أو نعلقها على باب غرفتنا ونزين فيها الغرفة. محتاجين قلم تحديد، ومحتاجين مقص، محتاجين دباسة، محتاجين صمغ وألوان. محتاجين وعاء نحط فيه الألوان بلتة. محتاجين فراشي لنلون منظر السلة. محتاجين صحون بلاستيك، دايما احنا بنستغلها وبنرميها بعد ما نستغلها. اليوم راح نفكر كيف ممكن نستخدمها ونعمل منها السلة الحلوة. محتاجين خيط، اي خيط موجود عندنا بالبيت. هيك اصبحت كل مكوناتي وادواتي جاهزة. رح نحتاج الصحنين البلاستيك في البداية. رح نستخدم الصحنين ونشوف كيف ممكن نستغلهم. بالبداية حاخد صحن من الصحنين وحط علامة عليه بالقلم الأسود. نفس الشيء رح أعمل مع الصحن الثاني، هحط نفس العلامة. بعد ما خلصنا تحديد الصحنين رح نشوف شو رح نعمل. بالبداية حنمسك مكان التحديد ونقص بالمقص. من الراعي انه نحافظ على ايدينا بعيدين عن المقص وما نأذي نفسنا. هستخدم المقص وقص مكان التحديد. انتبهوا على ايديكم منيح، ما تأذوا نفسكم وانتوا قاعدين بتقصوا. حرمي الجزء هذا حستغله وراح تشوفوا كيف. نفس الشيء بالصحن الثاني، راح امسكه واقص مكان التحديد. اصبحوا الصحنين جاهزين عندي. كل اللي حعمله شو؟ امسكهم الطبقين واحطهم فوق بعض. هحتاج بهاي الخطوة الدباسة. همسك الدباسة وابلش ادبس الاطراف. ادبس اطراف الصحنين مع بعض. وبهيك اصبح الصحنين جاهزين على شكل سلة زي ما انتو شايفين. والخطوة الثانية راح احط نقطتين على الصحن عشان اعلم مكان الفتحتين اللي راح اعملهم عشان احط فيهم الحبل. بالمقص رح امسك المقص واكون حذرة كتير بهاي الخطوة عشان ما اذي نفسي. حعمل فتحتين مكان النقطتين، رح اعمل فتحتين زي ما انتو شايفين.
وبهيك أصبحوا الفتحتين جاهزين لنعلق فيهم الحبل اللي عشان تصير شكل سلة. همسك الحبل راح استغله وحطه خلال الفتحتين اللي احنا عملناهم وراح نربطه بالشكل اللي انتو شايفينه. خطوة سهلة وما بتغلب. بنفس الشغلة بالفتحة الثانية راح ادخل الخيط. وبهيك أصبحت السلة شبه جاهزة. شو ناقصها؟ إحنا هنعمل شكل عنكبوت، ناقصها رجلين العنكبوت. الخطوة الثانية رح نعمل رجلين العنكبوت. رح نستغل الجزء اللي قصيناه من الصحن وقلنا ما بدنا نرميه، رح نستغله ونعمل منه رجلين العنكبوت. رح أمسك الصحن وأقص منه جزء يشكل الأرجل تبعت العنكبوت. هي أول رجل. أصبحت أرجل العنكبوت عندي جاهزة. شو راح أعمل؟ راح ألزق أو أحط رجلين العنكبوت خلال فتحات التدبيس اللي أنتوا شايفينها. خطوة سهلة زي ما أنتوا شايفين، خطوة سهلة كتير، مش راح تغلبكم، مجرد أنه أنتوا تحطوا خلال مكان التدبيس الرجل. والآن خلصنا من وضع الرجلين على السلة. وبهيك شو ناقصنا؟ ناقصنا نلون شكل العنكبوت. رح أحتاج بهاي الخطوة الألوان. في أنواع كتير من الألوان، أنا اخترت ألوان الجواش وإنتوا فيكوا تختاروا الألوان اللي إنتوا بدكوا إياها كألوان المية مثلاً. أنا اخترت اللون الموف واللون الأبيض واللون الأحمر لنلون العنكبوت. همسك فرشاية ولون العنكبوت باللون الموف زي ما إنتوا شايفين. وانتبهوا منيح ما توسخوا إيديكم وإنتوا قاعدين بتلون. وبهيك أصبح الشكل بعد ما لوناه بالشكل هذا. شو يا ترى محتاج؟ محتاج عينين وتم. تعالوا لنشوف كيف ممكن نعمل عينين للعنكبوت. محتاجة قطعة ورق، أي قطعة ورق موجودة عندكم، وحرسم عليها بأي غطايا موجودة عندكم، غطاية مية، غطاية أي شيء ممكن تستغلوها وترسموا دائرة اللي هي راح تكون عين بقلم الرصاص زي ما انتو شايفين. راح احتاج دائرتين لتشكل العين. همسك بالمقص مكان الدائرة راح نقص لنشوف شو راح يطلع معنا دائرة على شكل عين. رح نلون بالقلم مكان العينتين باللون الأسود لتشكل عيننا عين. بعد ما خلصنا نلون رح نقوم بتلزيق العينتين على الصحن البلاستيك عشان تشكل شكل العنكبوت زي ما انتو شايفين. في هاي الخطوة انا راح احتاج السمن.
هاخد شوية من السما هحطه عليها وألزق. نفس الشيء للعين الثانية. وبهيك أصبحت جاهزة، لكن شو ناقصها؟ أكيد ناقصها توم. رح أخذ اللون الأبيض وأرسم توم. زي ما انتو شايفين اعملوا التوم اللي انتو حابينه. وبهيك اصبحت السلة على شكل عنكبوت جاهزة. فيكوا تعملوا شكل عنكبوت وفيكوا تعملوا اشكال كتير. ممكن تعملوا شكل نحلة أو تعملوا كمان شكل دبدوب زي ما انتوا شايفين. فيكوا تبتكروا وتفكروا بالشكل اللي انتوا حابينه، تعملوا منه سلة حلوة تحتفظوا فيها في أغراضكم أو مفتاح البيت وتعلقوها على باب البيت أو باب غرفتكم أو تزينوا فيها الغرفة. فكروا وجربوا وشوفوا شو بيطلع معكم.